عن إنشاء اتفاقية شاغبة بين مجلس جهة عامة السلاقين أو بنية جهة عبارات السلاقين أو شركة مراستين وتتعلقهم عن نقل الباسي بالعالم الخارجي للجهة والسادة أعضاء المجلس مشكورين لأنكم افتحوا هذا الورش السابق وناقشوا فيه وكان الدور السابق ديالو يساهموا الحمد لله في بداية هذه السنة شهر 9 بدات التجربة على مستوى عملية سنارة على أساس أنه يتم تعميمها على مستوى الجهة تهدف الاتفاقية إلى إقامة شبكة تعاون بهدف تعزيز خدمة النقل الدراسي من العالم الخارجي والمجموع التلامي البالغ عليهم 5000 تلميذ بين مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد لمدة 10 سنوات هي السنة الدراسية يلتزم مجلس الجهة وغرس الأقناع بخصم لها 15 مليون درهم في 3 سنوات الموافقون ممثل المصالح الإعلامية أستاذ رجال الإعلام يرحب بكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. لي شرف عظيم أن أتدخل في هذه النقطة المهمة التي تتعلق بتعزيز النقل المدرسي، وبالنسبة إلينا هي ليست اتفاقية عادية أو عابرة بحكم المدرسي، بحكم أيضا يعني العدد الهائل للساكنة التي يتجاوز في مجمله أكثر من 21,000 أسرة ستحل بمدينة الصفيرات، بما يعني أن عدد الساكنة سيتم الضعف ديالو على ما هو عليه الآن. بالتالي هي اتفاقية مهمة، اتفاقية محورية في أفق إن شاء الله تعزيز هذا المشروع من خلال إسكان هاد أو تأهيل هاد الساكنة في فضائهم الجديد مدينة الصخيرات. السيد الرئيس أنا أطلع على هذه الاتفاقية تحضرني بمعاناة التي كنا نعانيها في المجلس السابق، وأنا كنت رئيس ديال المجلس في الصخيرات، وكنا نطالب دائما بأن هذا المشروع المتعلق بالنقل المدرسي ليس مخصص للجماعات، يعني حنا كنا كنطالبوا به. اليوم حنا نعيش هذه اللحظة التاريخية، هذه اللحظة التي تعيد الأمور إلى موازينها، لحظة تعيد لكل شخص نصيبه، ولكل مؤسسة اختصاصاتها، ولذلك أخذت الكلمة لأعبر بشكل صادق عن أهمية هذه اللحظة وعن نجاح المشروع ديال إيواء خاطري دور الصفيح مرتبط اساسا بهذه المشاريع التي تدعمه بشكل خاص. انا التدخل ديالي فعلا بهذه النقطه ندين الاهميه ديالها من جهه، ومن جهه اخرى لاشكر ايضا المؤسسات التي لها يد بيضاء على انجاحه، بدءا بالمصالح الولائيه في شخص السيد الوالي، ايضا جميع الجماعات من مجلس العماله مجلس الجهه ايضا لعدم تردده في دعم هذا المشروع بالمبلغ 15 مليون درهم موزعة على 3 سنوات. لدي نقطتين في هذا المشروع. النقطة الأولى متعلقة بهذا الدعم. صحيح أن الجهة دعمت بال 5 مليون ديال الدرهم موزعة على سنوات 2024 2025 2026، ولكن بالعودة للاتفاقيات التي سبقها للمجالس الترابيه ديال العماله الصخيره التمارا وايضا مجلس العماله الصخيره التمارا ابرامها، فكنشوفوا بانه المساهمه الاجماليه ديال المجالس تجاوزت 18 مليون ديال الدرهم بشكل دقيق، 18.6 مليون ديال الدرهم، اضافه بطبيعه الحال المساهمه ديال المنخرطين اللي تجاوزت 2.5 مليون ديال الدرهم، فكنوليو نتحدثوا على واحد المبلغ اجمالي ديال 26 مليون ديال الدرهم. انا زعما في الصياغه ديال المشروع للتنزيل المالي المرتبط بالخدمات المقدمه، يعني هو ميزانيه ضخمه، فانا التساؤل ديالي يعني واش كاين شي امور اضافيه ممكن تفهم هذا الامر في السنه الاولى، لانه كاين ربما شمع ديال الحافلات، كاين ربما هذوك لي باركينغ اللي داروا في الصخيرات وفي سيدي يحيى، يعني المساله كنتفهموها في السنه الاولى، ولكن على مدى يعني السنوات ديال الاتفاقيه ماذا سيقدم لهذا التلاميذ بهذا المبلغ الضخم ديال 26 مليون ديال الدرهم بالمقارنه مع يعني مع المصاريف الاعتياديه اليوميه اللي كنعرفوها
متعلقة بالنقل المدرسي. النقطة الثانية متعلقة بالمنخرطين. المنخرطين كان جبنا اتفاقية سابقة فيها أن المنخرطين غادي يعطيو يعني الطلبة التلاميذ غادي يعطيو 30 درهم شهر رمزية 30 مليون 30 درهم في الشهر. الآن ملي كنتحدثوا على 10 ديال الدرهم في الشهر هي مسألة ما يمكنش ندوزوها غير هكاك، بالعكس نشكروا اللي دعمها واللي مشى فيها، لأنه تحدثنا من اللجنة على 30 مليون 30 درهم منين جات كيفاش دار الحساب ديالها. اليوم ملي كنتحدثوا على هذا يعني المساهمة البسيطة هي أيضا فيها إشارة إيجابية نثمنها ونشكر الجميع عليها، ونتمنى إن شاء الله أن في مستوى الغلاف المالي الذي رسل لهذا المشروع تكون الخدمة أيضا خدمة ممتازة تناسب هذا الدعم المالي الذي تم رصده لإنجاح هذا المشروع الكبير. ونتمنى إن شاء الله أنه في المرحلة المقبلة والخاصة بالعالم القروي في القنيطرة في الخميسات في سيدي قاسم وفي سيدي سليمان أنه يكون المشروع بنفس الحجم إن شاء الله، رغم أنه كانت ملاحظة ذكرناها في النهار ديال اللجنة أنه يمكنش تحدثوا فقط على 5000 منخرط، فهي فقط إشارة أنه بهذا الزخم ديال الدعم الجماعي يكون المشروع اللي غنشوفوه ان شاء الله في الاقاليم ديالنا ديال سيدي قاسم والخميسات وسيدي سليمان والقنيطره. وشكرا لكم قبيله، كنتمنى انه يعني في المره المقبله التقرير الاخباري مزيان انه يكون عندنا مكتوب ويكون عندنا اطلاع اكثر على العمل اللي كتقوموا به داخل المكتب، وايضا التقارير ديال اللجان ما كتوصلش للسيد الرئيس، ما كنعرفوش مثلا انا عضو ديال اللجنه ربما نحضر لجنه اخرى ولكن ما كيكونش عندي اطلاع على الحيثيات ديال الموضوع على المعطيات المتعلقه بالتوصيات ديال اللجنه. فرجاء انه في الدوره المقبله يعني يكونوا هاد الوثائق الى جانب الوثائق. شكرا. هي جدا، ولكن هي اشاره للمجلس على انه يهتم بالتلاميذ وبالعمل الدراسي. هذه جايبه لي كانت سيد التسخير ديالها بعد العمل في السنه الاولى، شوفوا الرئيس ديال شنو هو المكان القوي ديالها والضعف ديالها في كاين المشاكل. انا كنظن انه التكبير ديال هذا لو بارك سكولير من اصعب ما يكون، وخاصة انه في العالم القروي ما كاين شيء كاينش لونسيتي ماشي ساكنة مجموعة فهي مفتوحة، وبعض المرات كتلقى غير لي بيست يعني حتى المشاكل اللي كيكونوا عند البارك ماهماش مشاكل اللي هي عادي، الناس ديال المجال راه كيعرفوا الإشكالات اللي كاينة. حنا اللي كيهمنا نهضرو على أنه المشروع اللي كاين في بلاد الشمال نجح، المسؤولية هي واحد النموذج اللي غيتعمل على مستوى الجهة. المسألة ديال التقييم ديال العمل مايمكنش اليوم حنا عندنا هذه السنة الأولى، حنا غادي نتابعو وغادي نتفاعلو فينا بالتقارير اللي هي دورية، ونقولو نشوفو مع الرئيس ديالك نشوفو مع التطور ديال العمل ديالها، تعطي الناس العينة المدير العام ديالها الرئيس ديالك رجع لكم للمجلس إن شاء الله قبل آخر سنة هي السنة نقدر نستمعو ونعطيو المعطيات باش نعرفو العمل اللي حنا المساهمة ديالنا واش هي مساهمة اللي غادا في التوجه أو يعرض النظر في هذا المشروع كامل. إذا أمر إلى التصويت، نوافقكم.